السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع جديد لربح عملة الروبل. الموقع بيعطينا 100 روبل هدية عند التسجيل، ودي إحصائية الموقع. الموقع دي له 3 أيام يا شباب، وزي ما انتم شايفين كده الموقع بيدينا مكافأة يومية من 10 سنت لحد 1 روبل في رصيد المشتريات، وبيدينا 100 روبل في رصيد المشتريات برضه يا شباب زي ما انتم شايفين. والإحالة بيدي عليها 10% عن أي حد يودع عن طريقك. ده شكل الموقع يا شباب من الخارج. طبعا طريقة التسجيل كلنا عارفين المواقع دي، جربناها كتير. طريقة التسجيل يا شباب هنا الاسم والايميل والباسورد دعاية الباسورد، وبنعلم على الشروط وننقل الأرقام دي كباتشة هنا أهو. بعد كده بنعمل تسجيل كده بقالنا حساب في الموقع. هنيجي للدخول يا شباب هنا أهو، هنحط الايميل والباسورد وبنعمل تسجيل دخول. ده شكل الموقع كده من الداخل يا شباب زي ما انتم شايفين. هو الواجهة الخارجية تشبه الواجهة الداخلية. هتلاقي عندك هنا في رصيد المشتريات هتلاقي 100 روبل. هنطلع فوق كده وهندخل هنا يا شباب، وهنبدأ نشتري 2 من 5 آلاف ديت اللي هي يعتبر بال100 روبل. هنشتري 2 زي ما انا شاري كده. بعد كده كل اي وقت بعد كده نقدر نخش على الموقع هنا في الارقام اللي بتظهر ديت. ده الرصيد بتاعنا اللي بيتجمع اللي يا شباب اهو، من البيتين اللي احنا اشتريناهم من شركة تعتبر ال جي زي ما انتم شايفين. دي كلها شركات، احنا طبعا اشترينا 2 من شركة ال جي. ونيجي هنا نجمع الارباح بتاعتنا، بندوس هنا كده بس الرصيد طبعا مش كافي. وبعد كده بنيجي هنا بنبيع الشراء بتاعنا، بندوس هنا بيتضم رصيد رصيد الشراء ورصيد السحب. بيقول لك هنا اهو 10% كام، هنا بيقول لك سعر الصرف 100، يعني بيحط لك 100 في رصيد السحب وواحد في رصيد الشراء يا شباب عند الجامعة. تمام. بعد كده هنيجي في هنا بعد السوق بيجي هنا مسابقة إحالات، عامل مسابقة على الإحالات هنا اهو، لسه محدش لسه اشترك فيها. وهنا الإحالات، رابط الإحالة بتاعك بتجيبه من هنا اهو يا شباب، هو ده. وبعد كده عندنا المكافأة اليومية اهي يا شباب، بنخش نحصل عليها. انا حصلت على 17 زي ما انتم شايفين، فيها ناس حصلوا على 44 و45. وبعد كده يا شباب معانا ايه تاني بعد المكافأة؟ في هنا لعبة يا نصيب، الدردشة، مبادلة رصيد، ممكن تبدل من رصيد السحب برصيد الشراء. بعد كده انت لو عايز تودع في الموقع بيجي من هنا رصيد التعبئة، او ندوس على الارقام اللي هو المشتريات. وبعد كده بننزل تحت يا شباب، هنا بنحط المبلغ اللي احنا هنودعه وبنعمل ايداع. ولما بنيجي نسحب طبعا السحب مفتوح زي ما انتم شايفين كده اهو، بتحط عنوان المحفظة اول مرة بس لما بتيجي تسحب، وبعمل طلب سحب. بعد كده تلاقي الرصيد المحفظة اتحفظت، وبعد كده تقدر تسحب عادي من الموقع مفيش أي مشاكل. وبكده يا شباب ده كان موقع النهاردة، موقع ممتاز وسهل وبسيط، مش محتاج منك الإيداع ولا حاجة، مجرد إنك بتسجل وبتشتري. أول ما بتوصل 1 روبل بتقدر تسحب أرباحك. وبكده أكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.